أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج الحد الأدنى. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اليوم من داخل الاستديو سعادة السفير عبد الحافظ إبراهيم، سفير السودان السابق في الرياض، وهو سفير مخضرم عمل في عدد من الدول، حيث عمل سفيرا للسودان في سوريا وموريتانيا، كما عمل في عدد من المحطات الخارجية. مرحبا بك سعادة السفير عبد الحافظ. أهلا وسهلا. كما يسعدنا أيضا أن نرحب بسعادة السفير أيضا قريب الله خضر، وهو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، وهو سفير سابق أيضا في موريتانيا وعمل في عدد من المحطات الخارجية. مرحبا بك سعادة السفير. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة. أعزائي المشاهدين، هذه الحلقة مخصصة لمناقشة يعني نقاش حيوي ظل يعني يطوف على أذهان العامة طيلة الفترة الماضية، وهو دور وزارة الخارجية ودور السياسة الخارجية ودور الدبلوماسية كمؤسسة وطنية تعمل في السودان. هناك عديد من الأسئلة التي يعني يتلقف العامة وعلامات استفهام في أذهان الناس. هذه مقاربة يعني في إطار حوار هادئ وموضوعي للتعريف بالسياسة الخارجية، بالدبلوماسية، دور المؤسسات الوطنية في صنع السياسة الخارجية، وكذلك دور وزارة الخارجية والدبلوماسية السودانية في خدمة أهداف السياسة العليا في البلاد. السؤال الابتدائي أبدأ بسعادة السفير عبد الحافظ. وزارة الخارجية في أذهان الناس إنه مؤسسة نخبوية ظلت بعيدة عن أذهان الناس، بعيدة ومغلقة على نفسها، ما عندها أي نشاط يعني يلامس يعني الاحتكاك بالعامة. يعني ما بتفتكر إن ده واحدة من عيوب وزارة الخارجية والدبلوماسية السودانية، إنه منغلقة على نفسها، مؤسسة بعيدة عن الناس، معظم الناس ما بعرفوا عنها حاجة، ولا بعرفوا حتى الدرجات يعني والرتب بتاعت الناس. يعني أصلا القوات النظامية الناس عارفين نقيب معناه شنو، رايد معناه شنو، لكن ما في زول بيعرف سكرتير اول معناه شنو، وزير مفوض معناه شنو. فده دلاله على انها بعيده من العامه وهمومه. لماذا الخارجيه منغلقه على نفسها وليست تفتح ابوابا للناس؟ السؤال لكم مشترك. طيب، نبدا سعاده السفير عبد الحافظ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكرك على هذه الاستضافه، والحقيقه انا قد اختلف معك قليلا، لان يعني السفارات في الخارج قريبة جدا من أبنائنا السودانيين وعلى تواصل مع الجاليات، لذلك يعني الجاليات أكثر معرفة ودراية بما تقوم به السفارات لأنها بتخدم قضاياهم. نعم. وبالتالي دائما الأبواب السفارات في الخارج حسب ما أعتقد هي مفتوحة، وبالتالي يعني التعريف بما يدور في داخل السفارة وبما تقوم به السفارة من مهام واختصاصات ودور السفير ودور الاستاف الدبلوماسيين العاملين في السفارة، يعني حقيقة لا تخطئه العين بالنسبة للجاليات الموجودة في الخارج. أما في الداخل قد تكون وجهة نظرك صحيحة، لأنه عمل الوزارات، وزارة الخارجية، هو موجه للشؤون الخارجية، هي طبعا الأداة لتنفيذ السياسة الخارجية، وبالتالي يعني هي بتخدم كل الجاليات الموجودة في الخارج من جهة ما، وأيضا بتسعى إلى توطيد علاقات السودان مع هذه الدول التي يعني لدينا فيها سفارات. فكما هو معلوم أنه أي سفارة لها، أو أي سفير عندما يذهب إلى أي سفارة له استراتيجية. نعم، وخطة عمل غايتها تطبيع العلاقات مع السودان. يعني لذلك يعني هذه الاستراتيجية لا 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 تتأتى إلا بجهد كبير جدا وبتعاون من كل العاملين في سنأتي إلى ذلك، وأنت إن شاء الله ستكون يعني واحد من النماذج التي نريد أن ندير حول الحوار. سعادة السفير قريب الله خضر. طيب، الواقع أنا يمكن داير أضيف إلى حديث سعادة السفير عبد الحافظ. يمكن في كثير من الناس بيخلطوا بين السياسة الخارجية والدبلوماسية. نعم. والواقع أنه الرابط بينهم خيط رفيع جدا. يعني يمكن السياسة الخارجية لأي دولة من الدول يعني بتبسيط شديد من غير خلل ممكن أقول أنها هي مجموعة الأهداف السياسية
التي تحدد كيفية تواصل الدولة مع الدول الأخرى. لكن الدبلوماسية هي وظيفة، ووظيفة ليست وظيفة مرتبطة بدولة معينة، وليست يعني لا يحدد مهامه في كل دولة مثلا طبيعة النظام القائم في هذه الدولة. هي وظيفة دولية موجودة في، يعني ما خاصة بالسودان، ما خاصة بالسودان، يعني الدبلوماسية. وهل معاييرها دولية بس؟ نعم، قد تكون في عندها مهام معايير دولية متفق عليها. يعني الدبلوماسية يمكن عملها الأساسي هو حاجتين: التمثيل، وده هدف أساسي، والتفاوض. لكن التمثيل ده هو الأساس في العمل الدبلوماسي، وكل الدول لا تكتمل شخصيتها وكينونتها كدولة إلا إذا وجدت الدبلوماسية. ولذلك أنا أعجبت جدا بكلمة للسيد وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف في مؤتمر السفراء السودان السابع الأخير، عندما قال أن الدبلوماسية هي خط الدفاع الأول عن السودان. لأنه يعني يمكن الأهداف الكلية للعمل الدبلوماسي بيتمحور في هدفين أساسيين يفترض أنه كل مؤسسات دولة تعمل من أجلها. الهدف الأول هو حماية ورعاية المصالح العليا للدولة، وده الهدف الأساسي اللي بتقوم به الدبلوماسية. الهدف الثاني هي حماية الأمن القومي، وهذا هو هدف الهدف الثاني الرئيس للدبلوماسية السودانية. وبالضرورة طبعا هذا الهدف تعمل عليه الخارجية بالتنسيق وبالتعاون مع مؤسسات مع عديد من المؤسسات الأخرى ذات الصلة. سفير عبد الحافظ، يعني من الذي يصنع السياسة الخارجية؟ هو عدد أهداف السياسة الخارجية، والدبلوماسية باعتباره هي يعني أداة تنفيذ للسياسة الخارجية. يعني هل الدبلوماسية تصنع السياسة الخارجية، ولا صناعة السياسة الخارجية بحكم الدستور هي من مهام واختصاصات رئيس الجمهورية، والدبلوماسية تقدم فقط يعني التوصيات والمقاربات والقرار النهائي يعني لرئاسة الجمهورية؟ والله هذا يعني سؤال حقيقة عنده عدة جوانب ممكن الإنسان يتناوله، من حيث أنه الخارجية باعتبار أن جهاز متخصص وفيه دبلوماسيين يعني متخصصين في المجالات العمل الخارجي والسياسة الخارجية، بالتالي لا بد أن تكون هنالك زي ما تقول استشارة في قضايا هامة جدا. يعني عندما تكون السودان مواجه بعض القضايا الهامة، الرئاسة الجمهورية دائما بتستنير برأي وزارة الخارجية في شأن معين، في قضية معينة لا بد أن تكون الخارجية قريبة لتقديم المشورة، والجهات العليا وهي رئاسة الجمهورية تتخذ القرار على ضوء التقارير والدراسات والمعلومات التي توفرها وزارة الخارجية عبر السفارات المنتشرة في الخارج. لذلك نحن نقول يعني نحن عندما ترسم هذه السياسة الخارجية، الأداء المنوط بها تنفيذ هذه السياسة هي وزارة الخارجية، ما في شك في ذلك. ونحن نقول بأن إذا ضربنا أمثلة كثيرة جدا في هذا المضمار، دور الخارجية كما قال الأخ قبل شوية هي خط الدفاع الأول. عندما أنت تستشعر بأن هنالك خطر يهدد الأمن القومي للسودان، لا بد أن تكون هنالك معلومات موثقة ومتوفرة لدى رئاسة الجمهورية لكي تستعين بها في اتخاذ القرار المناسب تجاه هذا الخطر الماسل، وأيضا توضح أوجه التي من أجلها تستطيع السودان أن يطبع علاقاته مع الدول الخارجية في المجالات اللي فعلا بترعى أو بتصون مصالح السودان. لذلك أنا أضرب مثال أيضا بفترة التسعينات. نعم. فترة التسعينات شهدت حقيقة وتحديات، وشهدت تعاون وثيق مع الدول الآسيوية. نعم. بالذات في مجال التنمية واستخراج البترول، ودي فترة حقيقة نشهد فيها للسفراء اللي كانوا منتشرين في الدول الآسيوية، على رأسهم السفير علي يوسف كان في الصين، نعم. كان له دور بارز جدا في استقطاب الشركات الصينية لكي يأتي هذا الاستثمار، لعب الدور في النهضة الاقتصادية. نعم.
نعم لابد استثمار بذلك. الموارد الطبيعية. وهذه تجي من وين؟ تجي من حقيقة من الـ من من التوصيات اللي بتلج من السفارات او السفراء المنتشرين في اصقاع الدنيا. يعني هي حقيقة ممكن تقول قرن استشعار، يعني دائما اذا وجدت فرص محددة انه السودان يستطيع ان يتزول بعض المشاكل او يستطيع ان يؤمن مصالح له في من هذه الدولة، وبالتالي يستطيع هذه السفارات ان تبعث وتوضح بتوصيات محددة انه والله نحن نرى بانه السودان لديه مصالح مع الطرف هذا، وبالتالي تقوم السفارة بالتمهيد لهذه المصالح. وده المطلوب حقيقة. نحن الآن عندنا في تعاون اقتصادي ضخم جدا مع دول آسيوية، عندنا الآن أمثلة كثيرة مع تركيا ومع روسيا، سنأتي إلى ذلك بالتفصيل. لكن يعني فدي كلها يعني من الذي يعني يحرك ومن يدير هذه العلاقة ينشط هذه العلاقة عشان ممثل السودان في الخارج، نعم، يصون هذه المصالح للسودان. طبعا هي حقيقة التوجه في سياسة التوجه شرقا، في بيتر وودوورد عنده كتاب مشهور سودان لوكس إيست، اللي هو إن السودان حاول أن يخرج من العزلة الاقتصادية اللي كانت ضربت عليه بالتوجه شرقا دول الآسيوية، وأصبحت واحدة من مبادئ السياسة الخارجية، وعندها أدبيات موثقة، أما كتاب بيتر وودوورد حول هذا الأمر. سعادة السفير قريب الله، باعتبارك ناطق باسم وزارة الخارجية، هل ترى أن وزارة الخارجية مظلومة لدى الرأي العام السوداني؟ الواقع يعني لا أستطيع أن أقول أنها مظلومة لدى الرأي العام، لكن ربما الوزارة بحكم طبيعة عملها، يعني هناك الكثير من الأشياء التي قد تكون كما ذكرت في بداية الحلقة يمكن ما في احتكاك مباشر بين المواطن وبين وزارة الخارجية، بالرغم من أنه طبيعة عمل الدبلوماسي تشابه طبيعة عمل آخرين في المجتمع، يمكن يكون أكثر التصاقا وأكثر قربا. يعني أنا أعتبر الدبلوماسي ورجل المخابرات والصحفي كلهم بيعملوا في مجال واحد مرتبط بجمع المعلومات وتحليلها وتقديم رؤى من خلال هذا التحليل لأغراض مختلفة، يعني بحسب طبيعة وظيفة الشخص كان صحفي أو كذا. نعم، لكن وزارة الخارجية حقيقة حتى على مستوى الرئاسة هنا لديها ارتباط مباشر بالجمهور. يمكن بالنسبة للمواطن العادي يمكن وزارة الخارجية بترتبط في ذهنه بتوثيق الشهادات، ودي واحدة يعني يمكن دي النافذة الوحيدة اللي عندها علاقة بالجمهور، يعني عندها علاقة مباشرة، نعم، من خلال الإدارة القنصلية، وهي نافذة أنا أعتقد أنها نافذة مشرفة لكثير من قطاعات المجتمع اللي بتتعامل مع وزارة الخارجية من خلال إدارة التوثيق. والحمد لله أن إدارة التوثيق تقوم بعمل كبير جدا في توثيق كافة الشهادات بالنسبة للطلاب بالنسبة للمواطنين في مجالات. لكن سفير معلش بدون مقاطعة، أنا عايزك تواصل وتعرف المشاهد بديوان الوزارة، يعني الوزارة دي عبارة عن شنو، شغالة شنو، فيها إدارات، يعني ما هي وظائفها، ما هي اختصاصاتها، بس لتقريب الصورة. طبعا جزء من الفهم العام، الوظيفة العامة لوزارة الخارجية يمكن بيحددها أو حددها المرسوم الجمهوري رقم 32 الصادر من السيد رئيس الجمهورية. السياسة الخارجية عموما المسؤول الأول عنها كما هو معلوم أيضا هو السيد رئيس الجمهورية، لأنه هو الذي يساهم في وضع السياسة وإجازتها وتعيين السفراء. هناك مؤسسات أخرى كالبرلمان ووزارات ذات صلة بتساهم من خلال مواقعها ومن خلال طبيعة ارتباط عملها بوزارة الخارجية، ولذلك نجدها ممثلة أيضا في مجلس الدفاع الوطني في المجلس الأعلى للعلاقات الخارجية الذي شكله السيد رئيس الجمهورية مؤخرا، وهو برئاسة السيد الرئيس وبيضم أكثر من 12 وزارة كلها عندها صلة بالعمل الخارجي. لكن الوزارة نفسها يمكن هيكل الوزارة وطبيعة التكوين الداخلي
أيضا كما ذكرت في بداية الحلقة، هو نفس هيكل وطبيعة تكوين وزارة الخارجية في أي دولة من الدول في العالم الموجودة في العالم. 193 دولة في العالم الآن، طبيعة النظام الداخلي لأنه مرتبط باتفاقيات دولية، السودان طرف فيها مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 63، العلاقات القنصلية 61، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 61. فهيكلية العمل في وزارات الخارجية عموما تبدأ بالسلك الدبلوماسي اللي هو يبدأ بوظيفة السكرتير الثالث الذي يترقى إلى سكرتير ثاني ثم أول ثم مستشار ثم وظيفة وزير مفوض وانتهاء بوظيفة السفير وهو المسؤول الأول في السفارة. طبعا في بعض الناس برضو يعني يمكن علاقتهم بالسفارات وفهمهم للسفارات إنها هي سفير وقنصل، لكن القنصل طبيعة عمل القنصل وظيفة وليس درجة، مرتبطة بالجمهور، يعني مرتبطة بالجمهور، وهي يعني وظيفة أكثر من كونها درجة. يمكن كثير من الناس بيفتكروا إن القنصل هو شخص يقوم بعمل أكبر من عمل السفير أو هو بعد السفير مباشرة، ولكن يمكن القنصل يكون هو أصغر دبلوماسي في السفارة، وده الغالب العام يعني أصغر دبلوماسي في البعثة الدبلوماسية يكلف بعمل القنصل. لكن كثير من السودانيين خاصة الموجودين خارج السودان كأفراد وكمؤسسات وكمجموعات يمكن بحكم احتكاكهم بالسفارات بيكون عندهم إلمام أكبر بطبيعة عمل السفارة وبطبيعة عمل الوظائف التي تقوم بها السفارة. طيب سيد السفير عبد الحافظ، يعني هل التمثيل الدبلوماسي الخارجي عبارة عن طرف زائد ما في له داعي؟ والله شوف، أنا ذكرت لك في قبل قليل أن السفارات يعني المهام الموكلة لها ليست مهام سهلة، لأنه يعني تستحق ما يصرف عليها. إذا أنت نظرت إلى الدور المفروض تقوم والمنوط به السفارة تقوم به، حقيقة كل سفارة في تختلف مهامها من دول أخرى. في سفارات مهامها أن مثلا الدبلوماسية متعددة الأطراف اللي هي زي بعثات في نيويورك وفيينا جنيفا، دي تقريبا عندنا حقيقة تحديات كبيرة جدا وفي مخاطر رهيبة جدا تتداول، ولذلك نحن لابد أن نكون هنالك دفع قوي جدا لأي مضار أو ضرر يأتي للسودان من هذه القرارات التي تصدر من المحافل الدولية. لذلك السفارات بتلعب دور كبير جدا في أن تستقطب دعم الدول الصديقة والدول الشقيقة على أساس أنه تقف وتجنب السودان أي مخاطر تأتي من قرارات، وأنت تعلم أنه في قرارات كثيرة جدا صدرت وكان في تحديات كبيرة جدا وفي حقيقة تربص بالسودان نتيجة لمخططات حقيقة للنيل من وحدة واستقرار السودان. لذلك السفارات بتقوم بعمل بجنب السودان شرور كثيرة جدا. وإذا نظرنا أيضا للجانب الآخر في بعض الدول، أنت زي ما أنا ذكرت في سفارات مهامة أنها تجذب استثمارات للسودان وتعرف بالفرص الاستثمارية في السودان وتحاول تحرك العلاقات. أنا عايز أمسك طبعا سفارة السودان في الرياض كنموذج، لكن بعد ما نجينا نعم السؤال. ولذلك حقيقة أنا دار أتكلم حقيقة بعمق شديد جدا الآن المنظمات الإقليمية والدولية المنتشرة، فالسفارات يعني بتقوم بدور ما سايد. يعني أنا حقيقة أعرف يعني بعض السفارات اللي هي تسهر الليالي لكي تقوم بإنجاز مهام، لأنه الإصطاف اللي عند العدد الدبلوماسيين الموجودين لا يوفوا بالقيام بكل الواجبات المنوطة بالسفارة. لذلك تجد دائما كل طاقم السفارة في حراك مستمر جدا. الناس فعلا لأنه بعيدين بينظروا، لأنه والله السفارات سيارات وترف وكما يقال يعني في بعض الأحيان حضور مآدب وكذا. للأسف زي ما قال السفير غريب الله، هي الدبلوماسية عبارة عن تمثيل. نعم، تحسن نعم. تمثيل الدولة يعني بقدر ما تستطيع عشان تعكس يعني حضارته وتاريخه وقوته. أضيف حاجة برضو، لكن كده ما تنسى أنت أبدا، أنت دائما عندما
تتولى مهام في أي سفارة لابد أن تضع خطة، خطة عمل تتناسب، تتناسب مع طبيعة الدولة اللي أنت فيها. وكذلك عمل الوقت نسمع غريب الله ودعنا نرجع لك. طيب يعني أنا ده أضيف حاجة، يمكن واحدة من المهام اللي بتقوم بها السفارات إن كل الدول بتحاول من خلال سفاراتها إنها تفرض نفوذها على الدول الأخرى، فكثير من السفارات تجدها في دولة واحدة بينها كأنما هناك معركة تحقيق نفوذ، والسودان إذا أراد أن يحقق نفوذ قوي لأنه هذا النفوذ هو المدخل لحماية الأمن القومي السوداني، وعن طريق هذا النفوذ يمكن أيضا أن يعني تخدم الأهداف والمصالح العليا للدولة. يعني الاستثمار في تمثيل الدبلوماسي ليس طرفا، ليس طرفا بالعكس، يعني يعني عملية تحقيق النفوذ تتطلب بالضرورة توسيع مظلة التمثيل الدبلوماسي، هي عمل مزدوج، وفي نفس الوقت لا بد للدولة من خلال المؤسسات الداخلية أن تعمل على تقليل قدرة الآخرين على فرض نفوذهم على دولتك. سعادة السفير عبد الحافظ، أنا عندنا 4 دقائق قبل الفاصل، لكن ده نزلك سؤال، أنا هذا نمسك الرياض كنموذج لسفارة، أنت كنت سفير، كده ديني جرد حساب لتفتكر أنه أهم الإنجازات مثلا تمت في فترتك عشان نقيس، يعني أنه والله يا أخي يعني دي سفارة نفتكرها مهمة في بلد مهم، لكن يعني ما هي المصالح التي جلبت للسودان؟ يعني صحيح عمل الدبلوماسي لا يمكن يقاس بالأرقام ولا بالكم ولا كده، لكن عبارة عن نموذج، نديك فرصة. أنا حقيقة يعني مع تقديري واحترامي للسفراء اللي تعاقبوا على العمل في الرياض، الحقيقة أنا وجدت يعني مناخ ملائم جدا، ووجدت فرصة باعتبار أنه قعدت استمرت فترة عملي فترة طويلة، لذلك يعني أستطيع أن أقول أولا في وسائل كانت متاحة لتطوير هذه العلاقة، أهم هذه الوسائل واللي سهلت مهمة عملي أنه العلاقة الشخصية والحميمية اللي كانت بين السيد الرئيس عمر البشير وبين القيادة في المملكة وخاصة الملك سلمان، فحقيقة هذه انعكست إيجابا في تطوير العلاقات، تطوير العلاقات وأن تسهل المهام الموكلة لنا في السفارة. لذلك حقيقة كانت دائما زيارات السيد الرئيس دبلوماسية رئاسية، دبلوماسية رئاسية، فدائما بتخرج بإنجازات وبتوجيهات واضحة جدا من القيادة في البلدين، وأثمرت في حقيقة كما سأفصل لاحقا في منفعة كبيرة جدا بالنسبة للسودان وأيضا بالنسبة للمملكة العربية السعودية. الحقيقة أن بقرب الجغرافي بيننا وبين المملكة ودائما زي هي امتداد الأمن القومي السوداني، نعم يعني والعكس في الأمير نايف دائما بيقول لي يا أخي نحن بيفصلنا البحر الأحمر ده يعني كأنه دولة واحدة. نعم. فحقيقة كان في تجاوب كبير جدا من القيادة في المملكة لتعزيز وتطوير هذه العلاقة، وده سهل لنا مهمتنا، وإن شاء الله حنفصل بالتحديد يعني ما تم إنجازه في خلال الفترة. عندنا دقيقتين ممكن. وأيضا الشيء المهم أيضا اللي قام به السفارة باعتبار أنه المملكة تحتضن أكبر جالية في خارج السودان. يعني السودان هنا كم تقريبا؟ والله الإحصائية الرسمية من الدوائر الرسمية وزارة الداخلية اللي وافتنا بها هي حوالي 700,000 تقريبا في ذلك الزمن اللي هو قبل سنتين تقريبا، أصل العدد قد يكون فيه زيادة أو نقصان، لكن تقديركم أنتم كم؟ أعتقد يكون فيه نقصان لأن عدد كبير جدا بدأ يرجع بعد ما لكن تقديركم أنتم كم؟ في الحملة اللي أطلقتها المملكة وطن بلا مخالف، في عدد كبير جدا من الأخوة السودانيين اضطروا أن يرجعوا، ولكن هنالك كان أنا في تقديري ما أقل من 1,000,000 في الفترة، ودو كلهم السفارة تخدمهم، تخدمهم السفارة والقنصلية العامة في جدة، الآن في قنصلية عامة في جدة تخدم المنطقة الغربية، حقيقة برضو بتحمل عمل كبير يعني. عمل كبير جدا، بتحمل عبء كبير جدا وبإمكانيات حقيقة المتاحة لها ضعيفة جدا، ونحن حقيقة من هذا البرنامج نناشد القائمين على أمر الدولة
والسيد الرئيس أن يولي أهمية خاصة جدا بالنسبة للسفارة في الرياض والقنصلية العامة في جدة، لأن حقيقة المهام الموكلة لها كبيرة كبيرة جدا، وهي بتخدم جالية ليست بالعدد الصغير. يمكن سفير يمكن أن احنا يعني زمن داهمنا للجزء الأول من الحوار، افتكر غطينا هسه على الجانب القنصلية، لكن بعد الفاصل سنتناول الإنجازات الاقتصادية والسياسية كنموذج يعني لمدى الاستثمار الذي يمكن أن تحققه الدبلوماسية، يعني مصالح السودان العليا كيف تخدمها السفارات في الخارج. يمكن سفارة الرياض حتكون نموذج في هذا الجانب، نعمل جرد حساب مع بعض يعني. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. نرحب بكم مجددا أعزائي المشاهدين في برنامج الحد الأدنى، ونحن نواصل الحوار حول قضايا السياسة الخارجية ووزارة الخارجية وهموم الدبلوماسية السودانية مع ضيفينا داخل الاستديو، سعادة السفير عبد الحافظ إبراهيم وكذلك السفير قريب الله خضر. توقفنا في الجزء الأول من هذا الحوار على أنه اتخذنا سفارة الرياض نموذج للاستثمار الدبلوماسي والتمثيل الخارجي، وقلنا عايزين نعمل جرد حساب. تحدث السفير عبد الحافظ في البداية حول المهام القنصلية التي تقوم بها القنصلية العامة في جدة والسفارة في الرياض حول خدمة السودانيين الموجودين هناك، لكن برضو عايزين نستعرض معه سريع شنو جملة الإنجازات الاقتصادية والسياسية التي تمت يعني من خلال فترة وجوده. تفضل سيد السفير. شكرا جزيلا. طبعا زي ما ذكرت في يعني من أهم الوسائل المتاحة أمام السفير لتعزيز وتطوير العلاقات دائما هي لا شك أنه يبدأ بتشكيل لجنة عليا لتؤطر لأوجه التعاون المتاحة في المجال التجاري، المجال الاقتصادي، المجال الاستثماري، المجال الثقافي وهكذا. والحمد لله يعني تمت هذه المسألة في انعقاد لجنة التنسيق والتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية أيضا في المجال السياسي، وكانت لأول مرة تنعقد هذه اللجنة للتنسيق والتشاور السياسي منذ أن أنشأت العلاقات بين المملكة وبين السودان. لأول مرة. لأول مرة، وحضرت يعني في عهد الوزير عادل الجبير وعهد الوزير البروفيسور إبراهيم غندور، كان ذكرت للسيد الوزير عادل الجبير قلت له أنت يا سيد الوزير دخلت التاريخ لأنه دي هذه أول اللجنة بين وزارتي الخارجية على المستوى السياسي. فقام قال لي هذا لقاء تاريخي حقيقة. ثم ثانية كانت اللجان اللي انعقدت على مستوى الوزاري، لأنه طبيعة العلاقة أيضا والتعاون كان في المجال الزراعي، كان برأس اللجنة وزراء الزراعة في البلدين، وانعقدت 5 مرات والحمد لله الآن مستمرة في الانعقاد، وهذه أيضا انعقدت لأول مرة على 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 على, على هذا المستوى على هذا المستوى. والحقيقة نحن الحديث ده يقودنا لأنه في واحدة من الاجتماعات اللي انعقدت هنا في السودان السيد الرئيس لما كان في عندنا في زيارة في الرياض أطلق مبادرة الأمن الغذائي. الأمن الغذائي العام. وهذه المبادرة حقيقة أتاحت الفرصة، لأن الاجتماع كان على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، حتى في خطاب السيد الرئيس ذكر أنه سيمنح قطعة أرض لإقامة منظمة إسلامية للتعاون للأمن الغذائي، لكن للأسف يعني لم تتم المتابعة وتلقفت هذه الفرصة جمهورية كازاخستان اللي هي انعقدت الاجتماعات هنالك وتشكلت المنظمه واجيز النظام الاساسي، وكانت الان مقر هذه المنظمه الوليده اللي كان يمكن المبادره حقتنا نحن، ولكن للاسف لانه ما كانت في متابعه وكان يفترض انه تلقفتها دوله اخرى. ونحن الان بنسعى ان يكون هنالك فرع لهذه المنظمه موجود في السودان. وحتى كمان أنا حاولنا بقدر المستطاع أن السيد الرئيس عنده في خطابه ألقى يعني تأكيد بأنه سيمنح قطعة أرض لهذه المنظمة لكي بما يسخر به السودان من إمكانات في المجال الزراعي. طيب
في المجال الاستثماري والاقتصادي. أيضا في المجال الاستثماري عقدنا حوالي 3 مؤتمرات استثمارية في السودان، كان في عهد الوزير الأسبق دكتور مصطفى عثمان، وحقيقة قمنا بالتعريف بفرص الاستثمار الموجودة في السودان، وهذه مهدت الطريق لجملة من رجال الأعمال السعوديين لأن يلجوا للاستثمار في السودان، والأمثلة مشهودة أمامكم وما في داعي لذكر التفاصيل، لكن حقيقة نحن كنا بنستهدف شركات من أكبر الشركات الموجودة زي شركة نادي كالصافي المراعي الراجحي. الاستثمارات السعودية في السودان تبلغ كم تقريبا؟ والله يعني ال 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 في الزمن اللي أنا كنت موجود فيه الناس كانوا بيتحدثوا على رقم في حدود 11 مليار دولار في كامل، لكن قد يكون هذا الرقم ارتفع وقد تكون المعلومات موجودة عند وزارة الاستثمار، لكن حقيقة أنا عندكم دور في جذب الاستثمارات هذه؟ نعم عندكم دور في جذب الاستثمارات؟ نعم زي ما ذكرت لك المؤتمرات والترويج التي انعقدت، مؤتمرات الاستثمار التي انعقدت في المملكه، وحضر عدد كبير جدا من رجال الاعمال السوداني. نحن كان هدفنا الاساسي انه نربط القطاع الخاص السوداني مع رجال الاعمال السعوديين، وهنالك مجلس رجال اعمال مشترك، ويفترض ان هذا المجلس ايضا عنده دور وعنده مهام انه يقوم بها بحيث انه يدفع ويوجه يعني في المجالات الحيويه اللي بيحتاج لها السودان في هذا المجال. هل استقطبكم اموال من منظمه التعاون الاسلامي؟ نعم منظمه التعاون الاسلامي طبعا معروفه انه مجموعه البنك الاسلامي رافد من روافد المنظمه، وقام بتمويل مشاريع كبيره جدا بالذات في مجال الكهرباء والسدود. الكهرباء والسدود والبنيه التحتيه، وايضا الصندوق السعودي للتنميه ايضا قام بتمويل مشاريع كبيره جدا، ويعني فاقت المليار دولار، وايضا البنك الاسلامي ايضا التمويل اللي قام به اكثر من 600 مليون ده في الزمن الان كنت موجود فيه، وايضا شارك يعني مجموعه البنك الاسلامي في المؤتمر اللي انعقد لاعمار دارفور، برضه ساهموا في كثير جدا من المشاريع اللي كانت مطروحه في مؤتمر اعمار دارفور. ايضا الشيء المهم جدا زي ما انا ذكرت قبل قليل انعقاد اللجان الوزاريه لابد ان يكون هنالك متابعه. نعم. ليس يعني الغايه انك تعقد الاجتماعات بدون ما ان يكون هنالك متابعه، المتابعه مهمه جدا. تتابع المخرجات. ايوه وهذه عدم المتابعه اللي حدثت ضيعت علينا فرصه استضافة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. نعم هذه المنظمة التي يعني احتضنتها أستانا كان يمكن أن تكون موجودة هنا في السودان، وأنت تدري الفوائد والمنفعة التي يجنيها السودان من احتضانها. سعد السفير نحن فقط يعني السؤال اللي طرحناه واستعراض تجربة الرياض باعتباره يعني واحد من أبواب الدبلوماسية والتمثيل الخارجي، ده دليل على انه يعني عنده وجود هام في ترقية العلاقات بين البلدين، جذبت مصالح كثيرة جدا بالنسبة للبلاد في مجال الاستثمارات السعودية وتطبيع العلاقات السياسية وفتح أبواب التعاون بين القطاع الخاص. ده كان بس نموذج عشان نثبت بصورة أو بأخرى على انه أهمية التمثيل الدبلوماسي في الخارج في تحقيق المصالح العليا للبلاد، لكن أفتكر انه برضو من الإنجازات المعنوية انه تمت مكافاه السيد السفير عبد الحافظ وانعم عليه بلسان ملكي، ما هو يا استاذ السفير؟ نعم هو الحقيقه طبعا يمكن الاخ السفير اشار لنقطه مهمه جدا على مستوى منظمه التعاون الاسلامي، لكن على مستوى الجامعه العربيه المبادره السيد رئيس الجمهوريه الخاصه بالامن الغذائي العربي ايضا تمت في قمه اقتصاديه عربيه في الرياض في يناير 2013، واصبحت الان جزء من برنامج الجامعه العربيه يعني مبادره. نعم. السيد الرئيس وعقب بثلاثة شهور يمكن تنظيم اشرف عليه السيد السفير شخصيا منتدى اقتصادي سوداني سعودي في الرياض لاول مره، قدمت فيه اكثر من 300 مشروع ما زالت الى اليوم محل تداول بين مجلس الاعمال او مجلس رجال الاعمال السعودي واتحاد اصحاب العمل السوداني، ومؤكد ان هذه ستقدم
خدمة كبيرة جدا للاقتصاد السوداني. طبعا السيد السفير يمكن هو من السفراء القلائل يعني يمكن الذين منحوا من قبل خادم الحرمين الشريفين وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، وده أرفع وسام في المملكة العربية السعودية. وتقديم وتوسيم السيد السفير بهذا الوسام هو ليس شرف شخصي بقدر ما أنه هو تعبير تكريم للبلد، نعم، وتكريم لمستوى العلاقات أيضا بين البلدين. بين البلدين دي قصة نجاح فقط يعني للترميز والتدليل على أهمية التمثيل الخارجي. في سؤال مهم، السيد السفير قريب الله، يعني كثير من الناس بيفتكروا أنه يعني في توسع عشوائي في فتح السفارات، ويعني أنا داير أقول خارطة التمثيل الخارجي، يعني ما هي المعايير، ما هي يعني المطلوبات، يعني كيف تتم، ما هي الإجراءات، يعني مش مبادرة كده بتقوم بها وزارة الخارجية، ولا عندها يعني مطلوبات وفي أحكام لضبط التمثيل الخارجي؟ طبعا التمثيل زي ما ذكرت أنا قبل هو ممكن الوظيفة الأساسية للدبلوماسية في أي دولة من الدول، وتوسيع النفوذ هو أيضا هدف أساسي من الأهداف السياسة الخارجية لأي دولة. وبالتالي يعني بشكل عام أي دولة تسعى في حدود إمكانياتها وفي حدود ما تراه يحقق مصالحها العليا تسعى إلى توسيع مظلة التمثيل الدبلوماسي في الخارج. ويمكن الآن في دول مشابهة لأوضاع السودان، دول في القارة الإفريقية لديها الآن تمثيل دبلوماسي في الخارج يساوي 3 أضعاف تمثيل مصر. تمثيل الخارجي كم؟ يعني مصر الآن تجاوز تمثيل الخارجي 170 سفارة. والسودان كم؟ والسودان يمكن التمثيل بمعنى بعثة كاملة أو قنصلية عامة لا يتجاوز 80 بعثة، وده هذا لا يتفق إطلاقا مع طبيعة السودان وتاريخ السودان الذي يستند إلى يعني تاريخ حضاري يمتد لأكثر من 5000 عام. يعني السودان ده كان عنده تمثيل خارجي منذ أكثر من 5000 عام. يعني يمكن شبكة العلاقات الآن علاقات الدولية أصبحت ترتبط بمدى انتشارك، بمدى نفوذك، بمدى وجودك في الدول. في بعض الدول بتقيم مستوى علاقاتها بك وبتقرر في مدى يعني حضورها إلى السودان للاستثمار في أي مجال من المجالات بمستوى علاقتك السياسية بها. ولذلك السودان بيسعى أن هذه الفجوة أحيانا يردوم بتمثيل غير مقيم، يعني يكون عندك سفير مقيم في دولة وفي نفس الوقت يتم اعتماده لدى أكثر من دولة أو دولتين أو 3 دول. نحن عندنا في بعض لكن في انتقاد يا أستاذ سفير دون مقاطعة، في انتقاد علينا هناك في توسع عشوائي بين قوسين تجاه افريقيا مثلا. لا التوسع، يعني ما هي الاسباب؟ التوسع لا يتم، اولا افريقيا بالنسبه للسودان تمثل هي العمق الاول. السودان اولا عنده دوائر انتماء عديده، يعني ينتمي اولا للدائره الافريقيه وينتمي الى الدائره العربيه وينتمي الى الدائره الاسلاميه، وكل دائره من هذه الدوائر يربطها او تربطها بالسودان علاقات ذات طبيعه خاصه. وبالتالي السودان يسعى، ده جزء من أهداف السياسة الخارجية، إلى وجود أو إيجاد تمثيل دبلوماسي له لدى هذه الدوائر. الدائرة الأولى هي الدائرة الأفريقية. الآن نحن تمثيلنا الدبلوماسي في القارة الأفريقية يقل عن نصف عدد الدول الأفريقية، وهذا أمر لا يتفق مع لكن الناس بيفتكروا التوسع ده فيه إرهاق للميزانية العامة. أبدا بالعكس، يعني هو العمل الخارجي، العمل الدبلوماسي يعني زي ما ذكرته لا يقاس ولا يقيم بالمال إطلاقا، لأن طبيعة العمل الدبلوماسي وتحركات الدبلوماسية السودانية تأتي بمصالح أكبر. لكن من ناحية إجرائية كيف يتم فتح السفارة؟ من ناحية إجرائية طبعا السفارات عادة يتم فتحها من خلال دراسات تقوم بها لجان متخصصة في وزارة الخارجية، تقدم هذه الدراسة لقيادة الوزارة وترفع لتناقش في لجان في مستوى أعلى في مجلس الوزراء، وقد تقدم إلى مجلس العلاقات الخارجية وترفع أخيرا إلى السيد رئيس الجمهورية، وهو راعي الدبلوماسية وهو المسؤول الأول عن علاقات السودان الخارجية. وإذا مرت مقترحات إقامة بعثة دبلوماسية سواء في أفريقيا أو في أي إقليم آخر من أقاليم العالم، مرت بكل هذه المراحل ووصلت حتى مستوى السيد رئيس الجمهورية وتمت الموافقة عليها،
فبالتأكيد هذا التوسع توسع علمي ومدروس ولا يمكن أن يكون عشوائي. يعني لن يعني الحاجة الأساسية لا يرهق الميزانية العامة؟ إطلاقاً إطلاقاً لا يرهق الميزانية العامة. يمكن خلال الأعوام الأخيرة السودان من خلال الميزانية، وهي بالمناسبة حتى ميزانية العمل الخارجي في السودان تعتبر من أقل الميزانيات التي تقدمها دولة مثل السودان للعمل الخارجي. يعني ميزانية العمل الخارجي في السودان لا تتجاوز يمكن 270 مليون دولار، أقل من تلتها هو الجزء المخصص لوزارة الخارجية بكل العاملين في وزارة الخارجية بفئاتهم المختلفة، السلك الإداري، السلك الدبلوماسي، والسلك العمالي حتى على مستوى العمال. فيعني 69 مليون من جملة 270 مليون بالنسبة لوزارة الخارجية مبلغ من ميزانية العمل الخارجي. ميزانية العمل الخارجي، وأنا أعتقد إنه الواقع والمصلحة العليا تقتضي وتتطلب أن نعمل على زيادة ميزانية العمل الخارجي في إطار الإمكانيات المتاحة. أستاذ سفير عبد الحافظ، يعني لكن مع المتغيرات الدولية والإقليمية لا تظن إنه يعني برضه هناك مبررات لمراجعة التمثيل الخارجي؟ يعني بمعنى إنه إذا الناس اكتشفنا والله في سفارة أو أهمية قلت أو حصلت فيها اضطرابات أو الجدوى الاقتصادية والسياسية فيها تضاءلت، هل من المنطق إنه نعيد مراجعة مثل هذا التمثيل الخارجي ونعمل على يعني اتخاذ الإجراءات الصحيحة، سواء كان إما بنقل السفارة أو بإغلاقها أو بتخفيض التمثيل؟ يعني هل يمكن ذلك؟ والله أنا الحقيقة كما ذكر الأخ غريب الله، مقارنة مع الدول الأخرى يعني أكثر انتشارا من التمثيل اللي قائم به السودان في الخارج، لذلك أنا لست مع إغلاق أي سفارة، لكن تقليص يعني قد يكون الآن تقليص العاملين والتمثيل الموجودين في السفارة أفضل من أنك تغلق السفارة، لأن الحقيقة التجارب السابقة من إغلاق السفارات عانينا منها كثير، وكان أضرار كبير جدا في 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 عهد السيد الرئيس الأسبق جعفر نمير عندما اتخذ قرار بإغلاق عدد من السفارات الحقيقة يعني، ثم عاد وعاد افتتاحها من جديد فالضرر بيكون بليغ. لذلك أنا أفتكر الفوائد التي يعني يجنيها السودان من وجود التمثيل الدبلوماسي في أي دولة يعني حقيقة لا يقدر بثمن، لأنه أنا كما ذكرت لك قبل قليل كثير جدا من المشاريع التي مولت في السودان بتأتي من تلك الدول التي يوجد فيها تمثيل، وعلى رأس المملكة العربية السعودية كما ذكرت قبل قليل. ولذلك أنا أرى أنه لا بد من أن يكون بالعكس، بدل ما نحن نغلق نتوسع، ولكن يكون في نوع من الانتقاء حسب حسب الضرورة وحسب الأهمية. يعني أنا أذكر السفارات التي فتحت زي البرازيل فتحت في وقت متأخر جدا، وأستراليا وهكذا. يعني حقيقة الآن نحن في مرحلة مهمة جدا، ونحن لابد نوظف الإمكانات والموارد المتاحة لنا نحن هنا على أساس أن نطبع علاقتنا مع تلك الدول، بحيث أن يكون في منافع متبادلة. فكل ما نحن توسعنا انتشارنا أيضا من ناحية سياسية بيكون من أفضل لنا نحن، لأنه في كثير من الدول تجهل عن السودان، فلذلك تقوم تتخذ مواقف تضر بالسودان في 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 المحافل الدولية في قرارات حقيقة كان ينبغي أن تتخذ الموقف السليم، لكن غياب السفارات الموجودة في تلك الدول يتم اتخاذ القرار اللي هو يعاني منه السودان. أنا أذكر من 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 على سبيل الطرفة كنت عشان أوريك أنه في بعض الناس بيجهلوا أهمية العمل الدبلوماسي في الخارج وأهمية العمل اللي بيقوم به تقوم به السفارات. أنا كنت يعني موجود في المكتب، فدخل علي واحد من أبناء الجالية بيقول له لقاني مثلا بوقع، يجيبوا لي الملفات أوقع ويشيل الإداري يمشي أساسا نوديها بالحقيبة. فهو شاهد هذا المنظر كل مرة داخل الإداري بملف أوقع وفيه التقرير ويشيله معه، بعد شوية السكرتيرة تحول محادثة هاتفية أقوم أرد عليه على الهاتف، وتكون طبعا محادثة من جهة مهمة
في من نعم نعم ولذلك في الدولة استغرب الرجل استغرب قال لي والله يا اخي انت شغلك ده سهل خلاص. قلت له كيف؟ قال لي يا اخي انت بس توقع وترد على التليفون. قلت له لكن يا اخي بوقع علينا انت عارف مكتوب فيه شنو وهميت شنو ولا بتكلم معه منه ولا بتكلم معه ولا هميت يعني بعدين حقيقه يعني نظره سطحيه جدا يعني. اي نعم ما هم اللي افتكر انه واحد من المشاكل الناس بيكتفوا بمظاهر العمل الدبلوماسي لكن جوهر العمل الدبلوماسي ومهامه ومسؤوليته يعني قليل من الناس اللي بيقدروا يفهموا. طيب يا استاذ سفير غريب الله عندنا يعني الحلقه كادت ان تنتهي نلملم في اطرافها يعني انا دا رجعت على قصه الميزانيات يعني هل الميزانيه وزاره الخارجيه للعمل الخارجي مقارنه بالدول اللي حولنا هل تستطيع ان تقدم مقاربه؟ صعب يعني من الصعب ان تقدم مقاربه. الدول اللي حولنا كلها تقريبا دول مشابهه للسودان في ظروف يمكن واحدة من الدول اللي وهي من دول الجوار من الناحية الغربية ميزانيتها تعادل مرة ونص ميزانية العمل الخارجي كله في السودان. لكن إذا مشيت أبعد في دائرة أبعد بعض الدول العربية يمكن تجد ميزانية في إطار الميزانية العامة يعني بندي واحد يعني الميزانية المخصصة للعمل الإعلامي أو العمل الثقافي تساوي ميزانية 10 سفارات. احنا الان عندنا عدد من السفارات يمكن ميزانيه التسيير لا تتجاوز يعني تتراوح بين 2000 الى 5000 دولار. حتى انه في واحده من الزيارات اللي قام بها وفد من المجلس الوطني لدوله افريقيه مجاوره للسودان يعني استغرب جدا الوفد في انه وجد انه الميزانيه المخصصه للعمل الاعلامي في البلد ده والبلد ده يعتبر مركز من مراكز العمل الاعلامي في افريقيا انها لا تتجاوز 500 دولار فقط. لكن فأنا أعتقد أنه يعني الحديث عن الميزانيات يمكن نحن نتفهم طبيعة الأوضاع والظروف العامة للدولة الحديث بشكل لكن يعني أنا بدأ أقاطعك لكن أنت رد كيف ليزول يقول لك يا أخي ما شيب إذا عندها 53 سفارة وأنت عندكم 70 ليه يعني ما هي شوف أنا أقول لك حي طبيعة العلاقات بين الدول يعني في دول الآن حتى دول عربية هل التحديات كل دولة؟ كل دولة عندها ظروف الخاصة من خلال وعندها رؤية لتسيير علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى. إثيوبيا الآن هي عاصمة إفريقيا يعني كل أفريقيا 57 دولة أو الآن 55 دولة كلها موجودة في أديس لكن أنا ما كل الدول الأفريقية موجودة عندي ولا أنا موجود في كل الدول الأفريقية ولذلك يمكن ده عامل من العوامل اللي يمكن تخلي أثيوبيا إلى حد كبير ممكن أفريقيا بالنسبة لها هي بتاخد مفاتيح دول مفتاحية ودولة ما مستهدفة وهي دولة أصلا في الأساس ما مستهدفة. السودان طبعا أنا بفتكر أن واحدة من القضايا الكبيرة اللي يمكن بيدعيق إلى حد ما عملية التطور والتنمية في السودان هي القضايا اللي أصبحت الآن بتحرك الدبلوماسية العالمية اللي هي قضايا زي قضايا التغير المناخي قضايا الديون الخارجية قضايا حقوق الإنسان ولذلك كل دولة طبعا عندها الدوافع اللي بتخليها تعمل على تقوية أدوات العمل الدبلوماسي بقدر التحديات التي تواجهها ولذلك أنا أفتكر أنه السودان بحاجة إلى تقوية وجود الدبلوماسي وتعزيز وجود الدبلوماسي ولكن إذا الظروف اقتضت أنه يتم مراجعة بعض المراجعات ممكن المراجعات تتم في إطار كما أشار يعني في وقت من الأوقات السيد رئيس الجمهورية ممكن المراجعات تتم على مستوى حجم البعثات وليس يعني عددها. مستوى التمثيل يجب أن يظل دائما مرتفع نحن بحاجة ماسة جدا جدا إلى أن نكون قريبين من كل الدول الأفريقية أن نكون قريبين من كل الدول المفتاحية في إقليم أوروبا مثلا وفي الإقليم الآسيوي ووجودنا الآن في لاتين أمريكا يكاد يكون شيء محدود جدا مع أنه السودان في حاجة ماسة لعلاقاته مع لدول مثل البرازيل مثل الهند مثل أستراليا. أنا عندي سؤال قبل يمكن السفير عبد الحافظ أنت سفير في الرياض سفارة كبيرة يعني أنا كثير من الناس بقول لك السفارة دي كرشفيل يعني اللي فيها ما ناس الخارجية بس يعني ممكن تدينا يعني ملمح صغير يعني السفارة دي فيها هل فيها موسل لجهات تانية يعني بيعملوا شنو يعني عندنا دقيقتين بس كده والله يعني بسرعة أنا كنت بستعرض في حقيقة أولا
المهام المنوطة بالسفارة. أولا الجارية اللي أنا ذكرت لك عليها، نعم. أنت لازم عندك عدد من الطلاب بيمتحنوا، فلا بد أنك أنت توفر للطلاب دي امتحاناتهم في نفس الوقت، امتحانات المرحلة الأساس وامتحانات الشهادة السودانية. أيضا القنصلية العامة في جدة نفس الحياة بنسحب عليها. نحن أيضا بالرغم من أنه الحمد لله السفارة مملوكة للدولة ومنزل السفير مملوك، يعني ما في أي أعباء مالية بتترتب علينا سوى التسيير فقط المترتب على تكلفة الكهرباء والأشياء دي، لكن نحن محتضنين الملحقية العسكرية، عندنا ملحقية أمنية برضو مستضافة عندنا في السفارة، الجوازات باعتبار أن العدد كبير جدا لا يمكن، ملحقية اقتصادية وتجارية، نعم الملحقية اقتصادية وتجارية موجودة، نعم موجودة حتى كمان عم عندها يعني السفارة ليست فقط دبلوماسيا، يعني هي نعم. كل ممثليات الدولة في الخارج هي تكون ممثلة في السفارة، نعم ممثلة في السفارة. وأيضا يعني حقيقة الجالية الضخمة بتفرض عليك أنك أيضا تتماشى مع متطلباتها، يعني لابد أنك أنت تيسر لهم يعني شؤونهم المتعلقة بتعليم الطلاب ومسألة القضايا اللي بتواجههم لازم تحلها، لازم أيضا زمانك هذا يا جماعة ينتهي بس كلمة 30 ثانية السفير غريب الله. بعدين أنا بس أضيف المسألة بتاعت أنه طبعا مقارنة مع أثيوبيا نحن السودان لا يمكن أن يتخلف عن وجوده في أي دولة عربية، لذلك نعم. نحن لو حسبنا الدول العربية المنتشرة لابد السودان يكون موجود في أي دولة عربية، نعم. طبعا نعم. لذلك ده قد يكون عمل الفرق الحساب. كلمة أخيرة في جدوى. كلمة أخيرة، أنا أعتقد أنه هذه الكلمة يمكن قالت العديد من الجهات والوزارات التي أشرتم إليها الآن، اللي هي عندها وجود، عندها صلة بالعمل الخارجي، عندها وجود في السفارات مثل وزارات المالية والتجارة والإعلام والزراعة، لأن في ملحقين تجاريين، في ملحقين ماليين، في ملحقين إعلاميين، في ملحقين اقتصاديين، وديل كلهم بيتبعوا لوزارات عندها صلة بالعمل الخارجي، لكن في النهاية كل العمل الخارجي من خلال السفارة عمل تكاملي بين كل هذه الوحدات التي تمثل الدولة، على رأسه دائما يكون السفير، والسفير هو ممثل شخصي لرئيس الجمهورية ويحمل تفويض من السيد رئيس الجمهورية، وبالتالي كل العمل الذي يتم داخل السفارة يتم بتناغم وتنسيق بين كل هذه المؤسسات وتحت إشراف أعلى من السيد رئيس الجمهورية. لا يسعنا في الختام أعزائي المشاهدين إلا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير لسعادة السفير عبد الحافظ إبراهيم سفير السودان السابق في الرياض، وكذلك السفير قرب الله خضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية. هذه الحلقة كانت عبارة عن مقتطفات وتطواف لنقدم نبذة تعريفية ونحاول أن نزبر غور يعني وزارة الخارجية ومعاني الدبلوماسية وكذلك السياسة الخارجية، فقط لنقدم مقاربة رمزية يعني لعمل وزارة الخارجية والدبلوماسية، وذلك لأن هناك اهتمام من الرأي العام يعني بقضية ظلت مرتبطة بوزارة الخارجية، لكن فقط من أجل التعريف والتعليم وتقديم المفيد، لكن طبعا حلقة أولى وتستحق طبعا حلقات أكثر ويعني نجيب نماذج أكثر ونناقش القضايا أيضا مع عدد من الأطراف الأخرى التي ذات الاهتمام والصلة بقضايا الدبلوماسية والسياسة الخارجية. لكم الشكر والتقدير على حسن المتابعة والاهتمام. لكم تحياتي خالد موسى، تقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.